نموذج ديال المتقاعد الشاب. وقفت بالنسبة لأنه حاضر جميع فعاليات وأنشطة وتكوينات وندوات وفضل كلها طرحة اليوم الشباب بدو واحد كلمة وايضا دمائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إتباع أجول الأول. أعزائي الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عنكم، أقول ونيابة عنكم وعن محب السلام للجميع، أتقدم بالشكر لجمعية العداء المغربية للتنمية والتربية على المواطنة في تقديم السادة المحترمة لبنى الفراهدي. على دعوتنا لحضور هذه الدورة التكوينية المتعلقة بالإسعافات الأولية التي تحفظ في مدينة فاس العاصمة العلمية والروحية والثقافية للمملكة المغربية، من فرجة إلى الفراء في الصحراء المغربية في ظل العرش العالمي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعيده. وذلك خلال اليوم الحادي عشر من شهر يوليو 2023. وهذه المبادرة الطيبة تعقد بشراكة مع الاتحاد الوطني، أقول بشراكة مع الاتحاد الوطني لجمعيات المتعبين المنقذين هنا المغرب فرح شروق في تقصير الأستاذ مصطفى عديسة. ومصطفى عديسة فهو مسعف ولي معروف عن الصعيد الوطني والعالمي، ورجل عزيز ومعتز به. الحمد لله، أقول الحمد لله، لقد استفدنا من هذه الدورة التكوينية الأولى، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء الهام والمهم لصالح الإنسان. أقول لصالح الإنسان. كذا أتمنى أن تتابعوا التكوين أيام 23 و24 و25 من هذا الشهر المبارك، الشهر يوليو 2023، وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على محمد بخاري السبائي. فشكرا أختنا أشكرا. والشكر لكم أيضا على ما قمت به وعلى أداء الصفار وعلى كل شيء، وترجمكم الله جميعا. الشركة معنا ضوء الصحابة الباب ديالنا مفتوح لجميع الجمعيات، كيستفيدنا واللي عارف هاي لا لبنى ولا لبنى. أنا الصدر ديالي راحل جميع الجمعيات اللي بغات تجي معنا شركة ضوء الصحابة.